صباحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح جديد وجميل نتواصل فيه معاكم من خلال نافذتنا الصباحية اللي نرصد لكم فيها كل شيء جديد. نتمنى تستمتعون وتتابعونا اليوم في حلقة اليوم. وصباح الخير يا عقوب. صباح النور يا عائشة، وأكيد أصبح بالخير على كل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. صباحنا أجمل بصحبتكم، نتمنى الفقرات اللي مجهزينها لكم اليوم إن شاء الله تنال إعجابكم، ونبدأ حلقتنا بكل همة مثل ما تعودنا. وصباحكم سعادة وين ما كنتوا. أكيد يعقوب، ونبدأ حلقتنا أيضا بعناوين حلقتنا لهذا الصباح. صناعة الصابون الطبيعي حرفة تتطلب مهارة وإبداع. إكسبو خرفكان يستضيف معرض الاستثمار العقاري. دائرة الأشغال العامة تقيم فعالية تحت عنوان بازار زايد. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا اليوم. حلقتنا اليوم إن شاء الله بتكون متنوعة من خلال فقراتنا وضيوفنا اليوم، إن شاء الله بينورونا في الاستوديو. مشاهدينا بعد ما أخذنا ملخص سريع لفقرات اليوم أو أهم عناوين حلقة اليوم، بنطلع على آخر الأخبار المحلية الموجودة في الصحف اليومية وأخبار كلها من صحيفة الخليج، ونبدأها بخبر متعلق بقاعة أفريقيا. طبعا أخبارنا اليوم كثيرة مشاهدينا، والخبر يقول سلطان يفتتح قاعة أفريقيا في الشارقة 25 الجاري بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. يعلن معهد أفريقيا عن إعادة افتتاح قاعة أفريقيا يوم الثلاثاء تاريخ 25 سبتمبر في مقرها الكائن بجوار البريد المركزي. وتعد قاعة أفريقيا التي جرى إعادة بنائها مؤخرا أول وأقدم قاعة أو منصة ثقافية احتضنت الفعاليات المتنوعة التي كانت تزغر بها إمارة الشارقة آنذاك. مشاهدينا، تم إنشاء هذه القاعة، شوي بنعطيكم معلومة عن هذه القاعة التي تم إنشائها عام 1976 بالتزامن مع افتتاح بلدية الشارقة، واستمرت القاعة في تنظيم واستضافة الأنشطة الفكرية والثقافية والعلمية والأدبية لسنوات طويلة. وتشغل الشيخة حور بن سلطان القاسمي منصب رئيس معهد هذه القاعة اللي هي قاعة أفريقيا. مثل ما نعرف أن هذه القاعة تعتبر مركز بحثي يعنى بالدراسات الأكاديمية والتوثيقية والمنهجية التي تتناول شعوب أفريقيا وتاريخها المتنوع في الماضي والحاضر والمستقبل. إن شاء الله مشاهدينا، نحن في هذا الشهر 25 من هذا الشهر سنشهد افتتاح أو إعادة تشغيل لهذه القاعة اللي هي قاعة أفريقيا، وهناك أيضا العديد من العروض التي ستقدم في هذه القاعة من تاريخ تقريبا 25 إلى تاريخ 30 سبتمبر. هناك عروض ثقافية، أيضا أنشطة وفعاليات بالنسبة للزوار، وبتكون إن شاء الله هذه القاعة تعنى بالدراسات والبحوث المتعلقة بأفريقيا، وأيضا ترابط وتواصل بين دولة الإمارات أو المجتمع المحلي وبين أفريقيا. نعم، يمكن أو دائما عودنا صاحب السمو حاكم الشارقة عائشة على الاهتمام بال الجانب العمراني في إمارة الشارقة وفي كل المجالات، فمثل هذه القاعة إن شاء الله راح تكون فيها تظاهرات كبيرة في إمارة الشارقة، تظاهرات ثقافية وفعاليات وحتى أنشطة وغيرها. صحيح، والحلو أن أيضا هي تعتبر أقدم قاعة أو أقدم منصة ثقافية في إمارة الشارقة، فلهذا السبب أعيدوا افتتاحها بناءها أو افتتاحها لكونها مثل ما ذكرنا أنها هي منصة للبحوث وللدراسات المتعلقة بأفريقيا. نعم. ننتقل إلى الخبر الثاني مشاهدينا أيضا من صحيفة الخليج. بلدية الشارقة تعتمد 30 اقتراحا لموظفيها. اعتمدت بلدية مدينة الشارقة 30 اقتراحا من إجمالي 284 اقتراح استقبلتها من موظفيها خلال النصف الأول من العام الجاري عبر النظام الإلكتروني اقتراحي. وكرمت البلدية أصحاب المقترحات أو الاقتراحات المعتمدة في حفل أقيم تحت شعار بأفكاري نرتقي بحضور ثابت الطريفي مدير عام البلدية. مثل ما نعرف أن جميل هنالك في تواصل بين الإدارة وأيضا الموظفين عبر قنوات التواصل، وأيضا بدل الجلسات العصف الذهني وغيرها من الأمور، ممكن الواحد يكون شوي مشغول عن هذه الجلسات وغيرها، هنالك قنوات للتواصل تتواصل فيها الإدارة مع الموظفين في حال وجود هنالك أي اقتراح أو أي مشكلة فيداركونها، وحتى ممكن يطورون من عمل العملية الوظيفية.
الوظيفية لديهم. ومثل ما ذكرت عائشة أن الجميل في قنوات تواصل بين الإدارة العليا وحتى صح. الموظفين من خلال مثلا حل بعض الأمور، اقتراحات مثل ما شفنا في هذا الخبر. كل هذه الأمور يعني تفيد الإدارة نفسها، تفيد في إنجاز مشروعات جديدة أو حتى اقتراحات جديدة. عائشة ممكن حتى في بعض الأحيان الإدارة مثلا في الأمور سواء كانت بين الأقسام الوظيفية، الإدارات في بعض الأحيان تكون غافلة عن بعض الأمور ممكن. ففي مثل هذه الاقتراحات أو التوصيات ممكن حتى تنبههم على هذه الأمور، فهني تزيد من إنتاجية المؤسسة اللي هم يعملون فيها. أكيد طبعا. مشاهدينا أبدأ معكم أخباري وأبدأ من صحيفة الإمارات اليوم، تمديد إعفاء المشروعات المدعومة من رواد من نصف الرسوم. طبعا مشاهدينا، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي تمديد إعفاء المشروعات المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد ومن نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين إضافيتين. طبعا مشاهدينا، يأتي هذا في إطار حرص المجلس على دعم مشروعات رواد الأعمال المواطنين وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لجيل الشباب، وأكيد طبعا لإبراز قدراتهم وإمكانياتهم وتوظيف خبراتهم للانطلاق في منتجاتهم ومشروعاتهم الريادية. طبعا مثل هذه المبادرات تكون يعني جدا جميلة، خصوصا للشباب، خصوصا للمقبلين على مثلا مشاريع جديدة تكون في مثلا نفس الخصم لهم مثلا صح. أو في رسوم رمزية. هذا يهيئ بيئة قوية وبيئة خصبة للاستثمار دائما في المشاريع الريادية. نعم، وجميل أن هناك يعني فترة زمنية طويلة حتى الواحد ممكن يعدل أموره المادية أو المالية صحيح. فهناك سنتين إعفاء لهؤلاء الأشخاص المشتركين أو المنتسبين لرواد برنامج رواد. طبعا الإعفاء راح يكون من نصف الرسوم. نعم. يا عائشة، الخبر الثاني مشاهدينا الكرام من صحيفة الاتحاد، 32% انخفاضا في تجاوزات الإشارة الحمراء بإمارة الشارقة. أكدت الإحصاءات الصادرة عن إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة انخفاض مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء الضوئية خلال الأشهر التسعة الماضية في إمارة الشارقة بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة أن الأرقام التي سجلتها الإدارة فيما يخص مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء الضوئية تشير لانخفاض واضح في هذه المخالفة، حيث سجلت الأشهر الماضية منذ بداية العام 4656 مخالفة مقارنة بالعام الماضي إلى 6837 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. طبعا نشوف شرطة الشارقة دائما لها مبادرات توعوية كبيرة في كل المجالات، فمن خلال كل هذه المبادرات التوعوية مشاهدينا الكرام أصبح المجتمع مثقف واعي صح. مدرك لأهمية مثلا الكل الأشياء اللي تصير حوله، فنشاهد مثلا في توعية كبيرة، نشاهد إدراك من قبل المواطنين أو حتى المقيمين في إمارة الشارقة بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية. نعم، وهذا اندل يدل على انتشار أو انتشار الثقافة المرورية أو ثقافة السير، وأيضا حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على نشر هذه الثقافة أو هذه المفاهيم من خلال حملات التوعوية سواء كانت للمارة أو حتى مثل ما نشوف أو دائما نطلع في الصحف حتى لطلاب المدارس، هنالك حملات توعوية مخصصة لهم، فمشكورين وجودهم أكيد مبذولة في هذا النطاق. نعم طبعا مشاهدينا، هذه كانت جملة من الأخبار المحلية لصحف دولة الإمارات لهذا الصباح، والآن ننتقل نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا لهذا الصباح، ابقوا معنا. We'll be right back.
إذا شاهدنا معكم مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا لهذا الصباح، ومثل ما عودناكم مشاهدينا في بداية كل حلقة دائما أنا وعائشة يكون عندنا موضوع بسيط للنقاش. اليوم موضوعنا راح يكون إن شاء الله الاستثمار في الوقت. يعني في بعض الأحيان في وايد أمور في حياتنا ممكن أنها تعوض، لكن الوقت ما ممكن يعوض عائشة، فلابد أن نستثمر هذا الوقت بالأشياء الإيجابية، بالأشياء اللي ممكن إحنا نستفيد منها في حياتنا، وحتى ممكن يستفيد أيضا منها مجتمعنا في تطوير كل المجالات. صح، ومثل ما نعرف أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. قطعك. فأكيد الواحد يجب أن تكون لديه تدابير لقضاء وقت الفراغ أو قضاء وقت الملل. هنالك في جدول يعني الواحد ممكن يشوف شو ميوله، الأشياء اللي حابينها أصحاب الهوايات منها الرسم وقراءة الكتب وغيرها ممكن يتجهون إلى هذا الجانب. أما الأشخاص مثلا اللي ما عندهم هواية معينة يظهرون هواية أو يبتكرون هواية أو حتى يقضون وقت فراغهم بما هو مفيد. يعني عندك الحين أبسط الأمور يعقوب، المشي، الأنشطة، ممارسة الأنشطة الرياضية، العناية بالنفس وغيرها من الأمور، وأيضا ممكن الاطلاع. والحين بما أن العالم أصبح قرية صغيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الإنترنت وغيرها، أحس أن الوقت يمر. يعني هنالك أحس أن في قلة أحيانا في وقت الملل، فيجب على الأشخاص مثلا معرفة وين نقاط قوتهم من خلال الأنشطة أو الهوايات المخصصة لديهم واستثمار هذه الهوايات في وقت الفراغ. يعني عاشة في رأيك الحين أن خلاص الحياة صارت سريعة، الحياة متطورة جدا، فما عندنا وقت كبير مثلا نكون فيه فاضين لاستثماره، لكن في بعض الأحيان يوجد في حياتنا هذا الوقت، لابد أن نستثمره بالشكل الصحيح، يعني في تعلم مهارة جديدة على سبيل المثال. اليوم كل الوسائل متاحة لك في موبايلك، متاح لك تقدر تتعلم، تقدر تتعلم مهارة جديدة، تقدر حتى مثلا تشوف على عبر برامج التواصل الاجتماعي مثلا على سبيل المثال اليوتيوب تتعلم مهارة معينة، تاخذ معلومة معينة من هذا البرنامج. لكن بشكل عام في بعض الأحيان احنا في وقت الفراغ نحتاج إلى التسلية. ممكن عايشة ممكن في بعض مثل الرياضة مثل ما ذكرتي ممكن أن نمارس الرياضة في بعض الأحيان، لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى التسلية، إلى شيء مرح مثل على سبيل المثال البلاي ستيشن ممكن. نعم، او حتى ممكنها بالنسبه للرجال او الذكور دائما يميلون الى التسليه وغيرها. انا مثل ما ذكرت الهوايات، لان دائما الهوايات هي مرتبطه بالتسليه. صحيح. يعني بعض الاشخاص عند قراءتهم للكتب هم يتسلون، او مثلا عند مضايقتهم يقرون كتب، فهني يحسون انهم يرفعون عن اعمارهم من خلال تسليتهم مثلا انهم يقرون هذه الكتب، او حتى ممارسه بعض الهوايات والانشطه منها الطبخ بالنسبه للاشخاص او الحريم اللي دائما يحبون يطبخون. فهني على حسب ميول الشخص وعلى حسب هواياته. وبالنسبة للأشخاص اللي يحبون أنهم يسافرون أو ميولهم في السفر، ممكن قضاء وقت فراغة في السفر أو نقدر نقول العطلة الصيفية في السفر. كل واحد على حسب ميوله وعلى حسب وين اتجاهه. ونحن ما نتمنى إن شاء الله أن يكون وقت الفراغ شاغل جميع المشاهدين، فيجب على كل شخص معرفة وين نقاط القوة لديه، وين هواياته، وين ميوله، فيستثمر مثل هذه الأمور في وقت الفراغ. زين عايشة، كيف تستثمر وقتها؟ ممكن انا اقرا الكتب. انا احس ان الحين انا بالفعل ان ما احس انه وايد اني انا افضى، يعني بوجود مثلا في الدوام وبعدين انشغل مع ابنائي، هي ما احس ان هنالك في وقت فراغ. لكن في الليل مثلا في هنالك بعض الاحيان يكون عندي وقت فراغ دائما اقرا فيه. جميل. يعني مخصص للقراءة، وفي العطلات دائما أنا أسافر، وأنت عقب تعرف أني أنا محبة للسفر. جميل. ممكن عشان تي أقضي وقت فراغي. أنا ما أحب. صحيح. على فكرة أنا من الأشخاص الملولين جدا. يعني إذا تميت فاضية يعني أمل بسرعة، ممكن حتى أتذمر. فحتى مثل ما تعرف أن حتى إذا جيت مثلا الدوام وأنا ما عندي شغلة. صحيح. وايد أمل. صحيح. فأحب أستثمر وقت. فأكيد لابد أن نستثمر وقتنا بشيء إيجابي. صحيح. شيء ممكن إحنا نستفيد منه أو حتى يستفيد منه المجتمع بشكل عام. طبعا مشاهدينا الآن ننتقل إلى أول فاصل قصير في برنامج صباح الشرقية، وراجعين لكم قمانة.
رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. يعتبر الصابون من أهم المواد المستخدمة للعناية بالنظافة الشخصية، حيث أنه يتوفر في الأسواق والصيدليات بأشكال وألوان وروائح مختلفة. فهنالك الصابون الجاف والصابون السائل، بالإضافة إلى الصابون الطبي والمعطر وغيرها. ومن الممكن إعداد الصابون باستخدام المواد الطبيعية في المنزل، وهو ما سنراه اليوم مع نجدة الغانم، مدربة في مجال صناعة الصابون الطبيعي. صبحت الله بالخير نجدة، وحياك الله ويانا برنامج صباح الشرقية. اليوم شوي موضوعنا مختلف، اليوم فقرتنا أيضا مختلفة اللي هي صناعة الصابون. الكثير منا يجهل كيف أن هذا الصابون ينصنع، فليش دائما تميلين إلى الصابون الطبيعي؟ ليش توجهتي إلى صناعة الصابون بالذات؟ لأني أنا أول ما بديت يعني كنت أحب يعني أسوي صابون، كنت أبشر صابون في البداية وأضيف إضافات مثل الأعشاب، أحطي كريم جل سريد وكذي كحقي كعناية شخصية. عقب طور قمت أشوف اليوتيوب الأجانب كيف يصنعون صابون من الصفر، يعني ما شاء الله عليهم يبدون من الصفر، فقلت أنا ليش أعتمد على البشر وأشياء آخر صابين تجارية، خلنا نتعلم منهم وأسوي صابون من الصفر. نعم. أتعلم. من كم سنة تقريبا نجلة؟ تقريبا من 3 سنين. إنزين. بديت من الصفر. وتعلمت وعقب؟ والحمد لله تعلمت وقمت أطبق وسويت لي مشروع منزلي صغيروني. وبعدين بديت أعطي دورات. تقريبا الحين عندي دورة في العين بتكون 8 دورة لي. جميل. ليش اتجهتي إلى الطبيعي بالذات؟ يعني ودرتي شوي الصابون التجاري. السائل أو التجاري وغيرها من الأمور؟ لا التجاري، لأن التجاري له أضرار. يعني أنت تعرفين بشرتنا بشكل عام من الوجه للجسم أنواع. في عندنا البشرة الجافة، المختلطة، الحساسة، فلازم أنا أعرف كيف أتعامل مع هالبشرات. مو بأي صابون أي أستخدمه وخلاص. ممكن يهيج. أوكي تهيجت عندي، شو المشكلة من الصابون، من الكريم حطيته، من الشوجة، ما أعرف شو استخدمت بالضبط. فخلني أبدأ من شيء يعني بدايته من الشاور، اني استخدم شيء طبيعي كحقي انا وعيالي وبشكل عام عائلتي. نعم. والزيوت اللي تبينها من وين تبينها؟ كلها اورجانيك، اخذها اغلبها من موقع برام بالبيري. تكون زيوتهم اورجانيك والزبدات اللي عندهم بعد اورجانيك، مواقع امريكيه بشكل عام. جميل. اذا نبدا نشوف صناعتك اليوم، اليوم اي صابون بتسوي لنا؟ مثل ما تشوف هني بعد انواع مختلفه من الصوابين، بعد الوانهم مختلفه. نجله هنا. إنزين، فاليوم شو بنتعلم إن شاء الله؟ اليوم تعرفين أن الصابون 3 أنواع. عندنا الصابون الصلب اللي يكون بار بالطريقة، في طريقة باردة وفي طريقة ساخنة. وعندك صابون الجلسرين وصابون المغربي. إنزين، اليوم بس بنطبق الصابون بطريقة الباردة. بطريقة الباردة. الصابون بطريقة ساخنة يختلف. يختلف. يعني ليش الساخنة يباله مثلا غاز؟ ياخذ وقت. هي يباله سلو كوكر، يباله وقت شوية وتقيسين البي اتش وكذي. لكن الصابون البارد تسوين يعني خطواتك، هذا صابون جلسرين عندك طبيعي 100%. انزين تسوين خطواتك بعدين تترينه من 4 ل6 أسابيع تصبن وياك وتتخلصين من الصودا وياك. انزين نجلة، نشوف ان هذا المغربي صح؟ لا هذا الصلب. الصلب المغربي. ليش اشوف في ورود وفي وريحته نفس المغربي تقريبا، نفس الصابون المغربي؟ لانه من الصفر. من الصفر. هي الصابون اللي من الصفر يحتوي على زبدات زيوت تختلف ريحته تماما عن التجاري. انزين والورود اللي موجوده فيه يعني هاي كديزاين، يعني تعطي شكل جمالي صابونتك. اي حلو. انزين يلا نبدا اليوم بالطريقه البارده اليوم مثل ما قلتي. ان شاء الله. طبعا احنا بنستخدم بالطريقه البارده الصابون البار عشان تحصلين على هالصوابين القطع. تستخدمين الصودا الكاويه. انزين انزين لازم تعرفون نوع الصودا اللي تستخدمونها. في صودا بيور، البيور اقل يعني في التنفس انها ما تكون شي تخنقك. اوكي فانا ماخذ هالبراند، ها مختبر موجود عندنا. وطبعا الماء المقطر. ليش الماء المقطر ما اخذ مثلا ماي العادي اللي من ماي الورد وماي هي عادي ماي الورد يصير او الحليب يكون بديل، لكن انا احب ماي المقطر انه خالي من اي شوائب. شو هو الماي المقطر؟ خالي من اي يعني تشوفين تاخذين ماي المعدني مكتوب عليه معادن كذا في مغنيسيوم. لا احنا نبي ماي صافي لانه يدخل في عمليه التصبن عشان ما ياثر على جوده الصابون. حلو. كل شيء يدخل في عمليه التصبن يكون بيور، سواء زيت زبده اي شيء عندك الماي كل شيء يعني صافي. يعني انا اشوفه حتى هذا ينباع في محطات البترول. موجود مكتوب عليه الماء مقطر موجود في الشيشه في اي مكان. نعم. انزين طبعا قبل كل شيء لازم تكونين تستخدمين ادوات السيفتي اللي هي عباره عن جلافز. قفازات. هي عشان تتجنبين ان الصودا الكاويه تي على ايدك. طبعا انا مجهزت لنا عشان ضيق البرنامج اني انا بستخدم هالحبيبات، عباره عن حبيبات. هذه بيضه. اوكي تطحنينها ولا ما تطحنينها؟ لا 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 ما اطحنها، هي اوتوماتيك من تضيفينها على الماي تذوب. تذوب طبعا. انزين واضيف الماء المقطر. طبعا بستخدم ميزان حساس عشان اوزن
المقادير، مقاديري نعم. اطلعها من حاسبه الصابون تكون موجوده في جوجل سوق كالكوليت، واضيف وصفتي وكل شيء، يعني هاي بالها شويه وقت عشان اسرح حاسبه الصابون. لكن اللي بشكل عام اللي بيتعلم صناعه الصابون يدخل اليوتيوب ويكتب سوق كالكوليت، مكتوب فيها كل شيء، يعني اللي هي الحسبه حاسبه الصابون كيف تختارين الزيوت او الصودا والماء، يعطيك بشكل عام الوزن وكل شيء. حلو. انزين الحين انا مجهزه اللاي، ضفت البوتاس على الماء المقطر، طبعا البوت الصودا يا ربي الصوديوم هيدروكسيد الصوديوم على الماء المقطر، طبعا ما نضيف العكس عشان ما يصير وياي ثوران، اضيف الصودا على الماء مو بالعكس، نحط الماء وبعدين نحط الصودا. وزيوتي وزنتها تقريبا بسوي نص كيلو 500 جرام. زيوت شو هو، زيت زيتون ولا شو؟ في انا مسويه حاطه زيت زيتون، حاطه زيت جوز الهند، زيت الارز والبالم اويل. نعم. زيت النخيل. اوكي طبعا الحين عشان نشتغل. والمقدار كيف يكون مثلا بشكل متساوي حاسبه الصابون؟ لا 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 شوفي بشكل عام كل زيت وكل زبده له خواص وله نسبه معينه، يعني مثلا زيت الزيتون، زيت الزيتون تقدري تستخدمي نسبه 100%. اقدر اسوي صابون منتج واحد، يعني زيت واحد زيت زيتون بس. انزين اقدر اضيف له اذا انا عندي مثلا ثلاث زيوت، عندي زيت جوز الهند، عندي هو اساسي زيت جوز الهند وزيت الزيتون. بشكل عام اي وصفه عندي لازم هالزيتين اساسيين، هم اللي يحسنون جوده الصابونه. نعم. وصلابتها وكل شيء، مرغوه وكل شيء. عقب الاضافات الزياده مثلا زيت الارز، المشمش، الخروع، هاي كلها زيوت تضاف بنسب معينه. انزين زيت الزيتون هنالك بعد في انواع معينه لهذا الزيت؟ في البكر وفيها، بس انا بشكل عام اخذ مال جمعيه لان في عمليه التصبن يفقد خواصه. نعم. فهمتي؟ يفقد خواصه، فانا اخليه كالسوبر فات، يعني بعد عمليه الصابون اضيفه كالسوبر فات. حلو. انزين حطينا الحين الزيوت. انزين زيوتي طبعا متنوعة. يكون عندي مسدس حراري اقيس الحراره، هني 116 الحراره متعادله. لازم قبل الخلط اقيس الحراره، ليش؟ اي منتج اركبه خاصة تجميلي، صابون، شامبو، بلسم، كريم، لازم عادل درجات الحرارة، ما يكون الفرق بينهم 10 درجات عشان تصير عملية الدمج. حلو. أوكي الحين أنا بصب اللاي على الزيوت. زين. أوكي شوفي كيف طبقة الزيت راحت فوق. لا الحين ترى عشان بخلط، فأي أي ملعق أستخدمها تكون سيليكون مو بالملاعق الحديد. ليش؟ عشان ما تتفاعل مع الهيدروكسيد او اي شيء، فاي شيء سيليكون. حلو. احركه بس كذي شوي. بالنسبه للشامبو نجله بعد نفس الاشياء ولا لا؟ المنتجات التركيبه مختلفة؟ تختلف. هي التركيبات تختلف شوي، بس ازعاج بس هو بيمسك وياي بسرعه. تخلطين الحين؟ هي طبعا احنا اليوم بنسوي صابون تشو البارده. هي بس بضيف اضافات خفيفه مثل الشوفان والعسل. ليش الشوفان والعسل؟ العسل والشوفان موجودين في كل بيت، يعني انا ما بصير اكلف على عمري اطلب مواقع امريكيه بودرات ولا اعشاب ولا 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 اصير عطر ولا ما، اوتوماتيك موجودين في بيتي. طبعا العسل معروف فايده للبشره والشوفان كمقشر لطيف، لكن انا بضيفه مطحون. الشوفان شو ميزته؟ يحتوي على ماده اسمها السابونين، شغلته نفس الصابون. انت لو سويتي ماسك وحطيتي فيه الشوفان، يعني حطيتي روب او عسل وحطيتي وبعدين غسلتي الماسك، حسي وجهك يلمع كانك غسلتيه بصابونه او ماسك او اي شيء. صح. انزين ودائما حتى ينصحون مثلا الشوفان مع العسل. صح دائما لانهم اكثر عنصرين يفيدون البشره. جميل. انزين وعندك العسل مضاد اكسده، يعطيك ليونه، يعطيك نضاره، يغذي الانسجه اللي في البشره. عندك الشوفان والعسل يضيقون المسام، ياخرون الشيخوخه. وين ميزات حلوه. حلو. وموجود في كل بيت. وبشكل عام الشوفان والعسل يناسبون كل انواع البشره. يعني انت ما عندك يعني خبره، ما في تخوف مثلا من لا ما عندك خبره انه انت تسوين صابون البشره الجافه او الحساسه او 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 او, أو. فبتاخذين عنصرين يناسبون جميع انواع جميل البشره. انزين بنتكلم ان شاء الله اثناء لانها بتسوي ازعاج الحين. بس لاحظوا وياي التغير، يصير نفس الكريمه. صح. طبعا اوصل لقوام نفس الكريمه، نسميه قوام التريس. يعني بعد الحين ممكن سائله؟ الحين بعد سائل ما وصلت للقوام اللي انا اباه، يعني قوام العملية التصبيغ. هو
وممكن ياخذ وياك مال دقيقتين ثلاث او اكثر حسب الزيوت اللي انت طلعت فيه. زيوت تاخر لك عمليه الدمج مثل زيت زيتون، وايد ياخر عمليه الدمج. خلينا نقول وصلنا للتريس قوام، بس عشان ضيق البرنامج. اوكي، هو تقريبا يعني احس ان شوي ثقل، يعني مو بالنسبه ثقل بس توصلين قوام اكثر زين. فبضيف شويه بس شوفان. نعم الشوفان نطحنه زين. الشوفان اي ماده اي شيء تضيفينه لازم بعد التريس. في عندك بعد اللي تضيفون مهروس الفواكه الخضار كله بعد التريس. حلو. الطين ليش زين بعد الخلط او بعد قبل الخلط؟ بعدني ما وصلت عمليه التصبن. اوكي بعد ما اوصل عمليه التصبن اضيف اضافاتي. حلو. اوكي فبضيف قولي ملعقتين تقريبا شوفان. وعادي ازيد او انقص حسب الكميه اللي انا ابغيها. هو الشوفان خفيف فعادي ممكن تحطين 4-5 ملاعق. انت ما تتعاملين مع مثلا حبه البركه وهالاشياء الثقيله الكركم. لا اشياء خفيفه هاي بشكل عام انت تقدري تطحني وتحطي على بشرتك بشكل مباشره. صحيح. العسل لا، العسل كميه تقريبا ملعقتين. ليش اضيف ملعقتين او ملعقه؟ العسل يرفع حراره الخليط. يرفع حراره الخليط. كنت بقول لك انه ممكن يسبب الجفاف، ما ادري يعني. لا لا لا، العسل يعطي ترطيب، يناسب جميع انواع البشره اللي عندهم اكزيما حساسيه. بشكل عام هالصابون وايد ممتاز حقهم. لكن العسل يضاف مقدار ملعقتين للكيلو. نعم زين، او ملعقه. ليش؟ لانه قلت لك يسبب ارتفاع حراره الخليط، واذا صار وياه ارتفاع يصير مشاكل في الصابون من تصلب القالب، نهر الجليسري، يصير مشاكل اتفقنا عليها. حلو. زين بعد ما تخلطين بس اج سؤال يلا عشان بالنسبه للصوت. شوفي حتى أنا يوم أسولف في أتش يذقى. شوفي كيف ثقل وياي. صح. أوكي. انزين نجلة، نحن لما نشتري الصوابين الطبيعية ما نحس ان فيها هذه الليونة اللي اليوم انا ماسكتها. ليش؟ لان الصابون التجاري منزوع الجليسرين، لكن انت يوم تسوين الطبيعي يكون محتفظ مادة الجليسرين. التجاري ينزعون منه الجليسرين عشان يبيعونه. انزين وجود الجليسرين مثلا بيأثر مثلا في حال باعوا مع الجليسرين؟ الصابون الطبيعي يعني محتفظ مادة الجليسرين، تقدري تستخدمين يعطيني ترطيب، يعالج مشاكل البشرة، جليسرين وايد فنان حق البشرة، لكن التجاري منزوع الجليسرين. انت الطبيعي انت شو حطيتي؟ زيوت الزبدات ومادة الهيدروكسيد، حطينا الصودا، عارفة شو حطيتي. زين فانت تعرف شو التجاري شو فيه. ما تعرفين كيف مصنوع. مع انه يقال يعني انه طبيعي يعني. وعندك صابون الجليسرين يعني انا هذا مسويت لنا بيور صافي. بس تلاحظين لونه شو؟ اصفر. اصفر هذا لون الزيوت والزبدات، لكن في ساعات تحسين في صابون شفاف. يضيفون له مواد عشان يعطينا شفاف، نفس ما تشوفين الجامات. مصنوعه من شو؟ من رمل، كيف صارت شفافه؟ المادة هاي يضيفونها صابون جليسرين عشان تعطي الشفافية، لكن هاي طبيعية 100%. نعم، زين الوقت اللي ممكن اني اخلي فيه الصابون لا كم؟ الجليسرين ياخذ وقت. يعني عادي سنة تم معاي 6 شهور 7 شهور؟ لا لا ياخذ السنة سنتين. عادي مو مشكلة. حسب الزيوت اللي انت هي مستخدمتنا، في زيوت طويلة العمر، في زيوت قصيرة العمر. واليوم الطريقة الباردة في حال طبقناها يعني كم عمرها؟ تاخذ لا تاخذ وياك يعني الزيوت اللي ما اخذتها فريش تاخذ سنة ونص. سنة ونص حلو. انزين من بعد ما خلطنا شوية خليط ماسك. خلاص احطه في القالب. القالب مالي يكون جاهز. معقمت لنا. تعقمينه بشو تعقمينه؟ تعقمينه بالكحول. بالكحول. ونخليه فترة تقريبا ولا ما دام انه بارد يعني في الثلاجة؟ مو مسك، لا ما تحطينه ثلاجة، تخلينه في مكان بارد مثلا غرفة، مكان يعني في تهوية باردة. نفس جونا في جو الامارات وايد رطوبة وحر. نعم. فما بيمسك وياك القالب، يحتاج مكان شوية بارد. انزين وعندنا ممكن تضيفين اضافة حلوة بس كديزاين حق القالب. اللي هم الورود؟ هي. هذا نفس الورود اللي تضاف مثلا للطعام وغيره ولا؟ لا لا لا، هاي الورود العادية. هي. العادية؟ هي. ما بتاثر نجله؟ لا لا لا، هذا ديزاين تحس يعني شوفي كيف شكل الصابون يطلع حلو. بس وهو فوق يكون ايه بس تحطينه يعني كشكل ديزاين حلو. والاضافات الاخرى نجله اللي ممكن اني انا اضيفها من غير الورود، شو ممكن اني انا اضيف ديزاين؟ هي حطي جليتر، الشوفان بشكل عام ممكن تحطينه. ممكن تاخذين جزء تلونيه وتحطيه من فوق وتشكلين كذي، تسوين ديزاينات. حلو. بس بتلات الورد بشكل عام. انزين الحين هذا الصابون
بعد مثلا ما جف او تماسك كم يوم تقريبا بيتماسك؟ تطلعينه من القالب تقصقصين الشكل اللي تبينه، يعني هذا الشكل اي شيء تبينه انزين، وتخليه قصه عادي بالسكين مثلا ولا كيف؟ هي هي قطعي، هاي قطعت الجبن ابسط شيء، هي تحطينه تقصقصينه بس. انزين كم يوم تقريبا بيتم مثل ما لا بياخذ عندك يوم او يومين لين يمسك، يعني تطلعينه من القالب تقصقصينه بالقطعه خلاص على طول نستخدمه، وتخلينه في مكان تهويه لين ما يتبخر الصودا اللي فيه. نعم ياخذ من 4 إلى 6 أسابيع اتفقنا، من 4 يعني مو تستخدمينه مباشره، يعني لا تقريبا شهرين، من بعد الشهرين شهر ممكن شهر شهر هي من بعد الشهر ممكن نحن نستخدم تستخدمين يكون صاحي استخدام. نعم ويابا كتب قلتي ان مشاهدين انت كيف تعلمتي وما ادري شو صراحه من الكتب انا ما اقدر ادخل دورات، والناس اللي ادخل لهم ما عندهم يعني ياخذون من النت يعني تعليمهم من النت، انا مو بهالمستوى، انا بمستوى اعلى، فادخل اخذ كتب بالانجلش مكتوب لك هني مثلا ادوات السيفتي، مكتوب لك الزبدات والزيوت، شو ميزه كل زيت وزبده وكم الليمت اللي تضيفينه، حلو عشان تكوني في بر الامان وما تسلمك مشاكل. خلاص انا يعني مكتفيه، يعني انا الحين مدربه صابون، كيف بعطي البنات دوره وانا ما عندي معلومات اقدر اجاوب عليهم؟ وتحسين في اقبال من البنات خاصه في هذا المجال نجله؟ صاروا يميلون لهذا المجال. في الأخير نجد الغانم كل الشكر لك على تواجدك اليوم يانا في برنامج صباح الشرقية، وعلى هذه المعلومات يعني اليوم استفدنا وتعلمنا طريقة جديدة ممكن أول مرة نحن نتعلمها. يا صابون بس إن شاء إذا ما عندكم على الأقل زيت الزيتون، زيت زيتون والشوفان والعسل، هاي من أهم الأمور مثل ما ذكرتي. شكرا لك نجلة. شكرا لكم مشاهدينا، ومن بعد هذه الفقرة الجميلة والصابون الطبيعي نروح لفاصل قصير، بعدها إن شاء الله نستكمل حلقتنا، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل يستضيف اليوم مركز إكسبو خورفكان فعاليات الدورة الأولى لمعرض الاستثمار العقاري الذي يستمر لمدة 3 أيام متتالية، والحديث أكثر عن هذا المعرض نرحب بالأستاذ زايد عبيد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة رابطة الأعمال المتخصصة بتنظيم المعارض. صباحك الله بالخير ورحب فيك في برنامج صباح الشرقية. صباحكم بالخير والنور والسرور. يا وسهلا فيك أستاذي. اليوم نتكلم إن شاء الله عن العقارات والمنطقة الشرقية والمعارض اللي يعتبر تقريبا أول معرض في المنطقة الشرقية بالنسبة للعقارات وغيرها من الأمور اللي بنعرفها اليوم من خلال حديثنا. لماذا تم اختيار مدينة خورفكان لإقامة هذا المعرض الكبير أستاذي؟ لاستقطاب طبعا مجموعة المستثمرين الخارجيين والداخليين في الدولة، ومنطقة خورفكان طبيعتها حلوة وأرض استثمارية رائعة طبعا لجذب المستثمرين الخارجيين والداخليين. نعم. نعم. نتكلم عن المعرض بشكل عام، شو راح يكون في هذا المعرض خلال الثلاث أيام اللي بيكون فيها المعرض إن شاء الله؟ خلال الثلاث أيام إن شاء الله بتكون الشركات اللي هي الهندسية والمقاولات والمطورين العقاريين بجذب المستثمرين الداخليين والخارجيين لإمارة خورفكان. نعم. وكم يوم من متى مثلا بيبدأ هذا المعرض، وكم يوم والأقسام موجودة في هذا المعرض؟ بنبدأ حاليا من اليوم إلى 3 أيام إن شاء الله بيكون معرض 3 أيام. نعم. والأقسام موجودة في هذا المعرض أستاذي؟ الأقسام طبعا عدة أقسام، منها الاستثمار العقاري والتطوير العقاري والمستثمرين مثل ما طرقنا الموضوع. نعم. هذا نعم. جميل أستاذ زايد، إلى أي مدى سيسهم هذا المعرض في تسليط الضوء على الجانب الاستثماري في المنطقة الشرقية وتحديدا في مدينة خورفكان؟ طبعا عدة عوامل تتبع اللي هو الاستثمار العقاري، منها عامل جذب المستثمرين الخارجيين، و عامل الآخر اللي هو الاستثمار الداخلي في الإمارة طبعا إمارة خورفكان والمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية. نعم. مثل ما نعرف أن ممكن هذا المعرض هو أول معرض في المنطقة الشرقية. نعم. فهناك ممكن تساؤل من قبلنا نحن كأبناء المنطقة الشرقية. نعم. الاستثمارات موجودة في هذه المدينة أستاذي مثل شو، سواء كانت عقارات أو غيرها من الأمور، يعني لو أمثل مثلا عن هذه الاستثمارات اللي ستقام في هذه المنطقة. طبعا المطورين العقاريين يقومون حاليا في رسم خطة استثمارية داخلية في الإمارة لعمل استثمارات داخلية لمواطنين دولة الإمارات
والخارجيين عن دول خارجية لجذبهم لاستثمارات عقارية داخلية في مشاريع الفلل، مشاريع الفنادق ومشاريع أخرى يعني تتبع الإمارة. ممكن أي شخص يتعرف على هذه الأمور أكثر وأكثر من خلال زيارته أكيد لهذا المعرض. للمعرض إن شاء أكيد طبعاً الله. جميل. نتكلم عن عدد الشركات أو حتى شركات المقاولين أو حتى العقاريين في هذا المعرض، تكلمنا عنهم مدى طبيعة عملهم، مدى حتى الهدف الرئيسي من هذا المعرض. الهدف الرئيسي طبعاً مثل ما قلنا إن الهدف هو الاستثمار العقاري الداخلي في الإمارة، وطبعاً الشركات تدعم الموضوع هذا كاستثمار داخلي في الإمارة وفي المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية. نعم. إنزين أستاذ زايد، كم بلغ عدد المشاركات سواء كانت للعقارات، الأشياء الاستثمارية، المقاولين بالنسبة للأشخاص اللي مثلاً عندهم مواد بناء وغيرها من الأمور؟ أيضاً بإمكانهم زيارة هذا المعرض، هنالك فرصة تقريباً لا تعوض من ناحية الأسعار وغيرها. خلينا نتكلم عن عدد المشاركات وأيضاً الأسعار الموجودة. طبعا الاسعار تحددها الشركات اللي هي مشاركه في المعرض حاليا، ما عندي ارقام معينه، ولكن نقدر نقول اسعار رخيصه. يقدر الحين الافراد والمستثمر نفسه يستغل الفرصه في المعرض وياخذ سعر جدا قليل ورائع لاستثماره اذا كان يطلع الى شيء سياحي أو شيء عقاري يقدر يستثمره حق اليوم والمستقبل، فهذا شيء جدا رائع. مواد البناء أيضا موجودة هنا؟ نعم نعم، مواد البناء هي كشركات المقاولات اللي تدعم اللي هو المطور العقاري. حلو. يعني بالنسبة للأشخاص اللي يبنون مثلا بيوتهم أو غيره من الأماكن، نعم نحن نحبذ أن الأفراد يكونوا موجودين أكثر من شريحات المجتمع الموجودة هنا، وتصير المعرض وتاخذ فكرة أوسع عن المجالات الموجودة حالياً، وهي فرصة. صح، المعرض فرصة صراحة. نعم فرصة. تكون هذا سؤالي كنت بسألك الأستاذ زايد، يعني هل فرصة المشاركة فقط متاحة للشركات أم حتى الأفراد ممكن يشاركون في هذا المعرض؟ نحن نتطلع إلى وجود الأفراد بشكل خاص، والاستثمار العقاري طبعا فاتح المجالات لجميع الأفراد وجميع الشرائح الموجودة في دولة الإمارات تخدم مصلحته كشخص. صحيح. إذا يبغى يبني يقدر يحصل الشركة المنافسة والشركة الزينة والسعر المقبول من قبله، وإذا يبغى يطور شيء معين أو يستثمر شيء معين كفرد هذا يساعده بعد في المعرض. شركات المقاولات أو العقارات تقتصر فقط الشركات الموجودة في المنطقة الشرقية ولا لا؟ بإمكان مثلا هنالك في شركات من مختلف الإمارات أو الإمارات الأخرى؟ نحن الله يسلمك طرقنا إلى جميع دولة الإمارات، جميع شركات المقاولات في دولة الإمارات. نحن كشركة رائدة في مجال تطوير المعارض ومتخصصة في التطوير العقاري والعقارات جذبنا جميع الشركات من خارج الإمارات من أبوظبي والعين وإلى أن نوصل للشرقية. نعم، هذا أول معرض يقام في المنطقة الشرقية في الجانب العقاري. كيف تم الترويج لهذا المعرض خصوصا أنه في أول مرة يقام في المنطقة الشرقية؟ كمجموعة شركات اللي هو بزنس لينك بريادة السيد عمر أحمد بن ناصر الياسي رئيس المجموعة، دائما كل ما يبدأ في شيء جديد فنحضر له من 3 أشهر إلى أن نبدأ العمل فيه كمعرض. حتى أن يكون في جانب تسويقي لهذا الحدث. قبل شوي قال يعقوب الأول أيضا من نوعه، سألك سؤال يطرق أو موصول بالأول من نوعه أيضا في المنطقة. خلينا نتكلم بما أنه الأول من نوعه في هذه المنطقة، هل هناك في صعوبات في تحديات واجهتكم؟ طبعا أي شيء يبدأ جديد في له صعوبات أكيد. داخلية وصعوبات خارجية، ولكن نحن كشركة نحاول نتغلب على موضوعية المسافات. طبعا المسافات الخارجية من إمارة إلى إمارة وتوصيل هدف الاستراتيجي للمعرض للناس اللي
تشارك في المعرض. هذا كان تحديات. نعم جميل. وكيف تتوقع الإقبال بيكون إن شاء الله على المعرض اليوم؟ بحضوركم إن شاء الله وبحضور الجميع. طبعا نحن نستبشر في المعرض إن شاء الله خير إلى السنوات القادمة، مش فقط هذه. الأوقات من الساعة كم للساعة كم ولغاية متى الساعة؟ نحن الوقت مفتوح، يعني يبدأ من الساعة اليوم من الساعة 10:30 إلى الساعة 6 مساء، والمعرض دائم 3 أيام، وحتى يقدر أي إنسان يستفسر يوصل إلى هناك يستفسر عن أي شيء بخصوص المعرض من شركات من تطوير عقاري. زين، تكلمنا عن المقاولين، هل في بعض مثلا الاحتياجات، مثلا احتياجات البناء موجودة أيضا في شركات موجودة في هذا المعرض، بمعنى الأسمنت مثلا والرخام أو غيره وغيره؟ نعم. من هالأمور فيها شركات موجودة في المعرض؟ نعم، نحن سعينا طال عمرك إلى وجود جميع الشركات في هذا المعرض حتى نستقطب الشركات أكبر شريحة من الشركات، وتبدأ اللي عندها موجود تعرضه إلى الشرائح الموجودة اللي بتكون في المعرض. نعم. إجمالي الشركات أو المنظمات مثلا في هذا المعرض كم عددهم؟ نحن إلى الآن من 15 إلى 20 من المنظمين. نحن المنظم الأول للمعرض طبعاً، والباقي طبعاً يكون من الشرائح الموجودة. نعم. جميل. زين، قبل لا نختم معاك كلمة أو رسالة حابة توصلها للمشاهدين عن هذا المعرض، خصوصاً أنه راح يستمر 3 أيام. طبعاً نحن نقول ونشكر طبعا إمارة الشارقة وعلى رأسها الوالد الشيخ السلطان محمد القاسمي، ونشكركم طبعا استضافتنا. وهذا ونحن نحبذ من جميع الشرائح، واللي توصل الحين رسالتنا ان يسير المعرض وياخذ فكرة اوسع ويكون فرصة له. صح. لاستثماره الحالي واستثماره المستقبلي. صحيح. وإذا كان يبغى يبني بيت فموجود الشركة موجودة تحت مظلة واحدة. صح. نعم. وإذا كان يبغى يستثمر شيء معين فيقدر ياخذ فرصته في المعرض حاليا. جميل. في الأخير الأستاذ زايد عبيد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة رابطة الأعمال المتخصصة بتنظيم المعارض، كل الشكر على تواجدك اليوم ويانا برنامج صباح الشرقية وعلى هذه المعلومات، وأيضا هذه دعوة منا إلى زيارة، ندعو الجمهور إلى زيارة مثل هذه المعارض، لأن كل واحد أكيد يطمح في بيت المستقبل أو في خاصة من ناحية الصيانة أو العقار أو غير من الأمور، ففي كل هذه الأمور أو هذه المنظمات أو هذه الشركات موجودة تحت مظلة. صحيح. واحدة لتسهيل الوقت والجهد والمال على الزوار والجمهور. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الحين نروح لفاصل قصير وبعد إن شاء الله نستكمل حلقتنا، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ورحب فيكم في آخر فقرة من برنامج صباح الشرقية، والحين بنروح إلى فندق الأوشنك في مدينة خرفكان عشان نتعرف على برنامج الذكاء العاطفي والتربية الإيجابية من خلال هذا التقرير. في ضوء سعي إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة الدائم لترسيخ مفهوم الترابط الأسري والحفاظ على قوام الأسرة السعيدة، نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية في المنطقة الشرقية برنامجاً تحت شعار الذكاء العاطفي والتربية الإيجابية الذي أقيم في قاعة الدانا في فندق الأوشانيك بمدينة خورفكان، قدمه الدكتور خالد الحليبي المدير التنفيذي لمركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي ومدير جمعية التنمية الأسرية بالإحساء ومدرب معتمد في مجال الأسرة في المملكة العربية السعودية. البرنامج مباشرة يهدف إلى استثمار مكونات وتلك المهارات الرائعة جدا التي تنضوي تحت مصطلح الذكاء العاطفي أو ذكاء المشاعر أو الذكاء الوجداني في قضية التربية، تربية الأولاد،
والحرص على أن نكون مع أولادنا في سعادة وفي استقرار نفسي وفي صحة نفسية كاملة بإذن الله، وفي الوقت نستطيع معهم أن نحدد أهداف واضحة وأن نصل إليها بدقة. استهدف البرنامج عددا من المقبلين على الزواج وفئة المتزوجين من الذكور والإناث لتوعيتهم بكيفية بناء أسرة مستقرة واعية ولرفع ثقافتهم وتعزيز القيم الاجتماعية. تناول المدرب خلال الورشة مفهوم وقياس الذكاء الوجداني وارتباطه بالتربية، وكذلك مكونات وسمات الذكاء الوجداني وتعزيز هذا الذكاء، كما ناقش عدد من التدريبات وكيفية توظيفها في الحياة العملية والاستفادة منها على الصعيد الشخصي والأسرة والأبناء. يهدف البرنامج إلى كيفية مواجهة الضغوط الحياتية والأسرية وتعزيز مفهوم المسؤولية الأسرية لكافة أفراد الأسرة تجاه تربية الناشئ، وكذلك تفعيل دور الأفراد في المجال الأسري والاجتماعي وإكسابهم المزيد من الخبرات والمعلومات وتعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع. إذن شاهدنا معكم مشاهدينا الكرام في هذا التقرير عن الذكاء العاطفي والتربية الإيجابية. هذه من الأمور المهمة جدا في حياتنا اللي لابد أن ندخل في دورات ونتعلمها بشكل أوسع وبشكل كبير عسب نتلاشى بعض الأخطاء اللي ممكن نحن نقع فيها في حياتنا. نعم، وهذه الدورة أكيد أو المحاضرة من قبل دائرة التنمية الأسرية اللي دائما تحرص على استقرار الأسرة والأزواج وأيضا الأطفال. يعني جميل أيضا في هذه المحاضرة للأطفال نصيب من هذه المحاضرة، هناك في ألعاب ترفيهية، هناك في ثقافة أيضا موجهة لهم للحفاظ على كيان هذه الأسرة. مشاهدينا مدينة خرفكان والمحاضرة الموجودة فيها، ننتقل إلى بازار زايد الذي أقيم في دائرة الأشغال العامة في مدينة كلباء لنتابع. نظمت دائرة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة ودائرة الإسكان فعالية تحت عنوان بازار زايد، وذلك في مقر دائرة الأشغال العامة في مدينة كلباء بحضور سعادة محمد الزعابي رئيس المجلس البلدي وعدد من مديري وموظفي الدوائر الحكومية في المنطقة الشرقية وأبناء هذه المنطقة الذين بادروا، كل من دائرة التخطيط ودائرة الإسكان والمواصلات والأشغال، جزاهم الله خير، يذكرون بإحياء لعام زايد. ولكن زايد لا نستطيع أن نختصره بكلمات ولا نستطيع أن نوفيه حقه، فزايد أفضل من عبر عنه هو صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة وعضو المجلس الأعلى، فزايد هو يعني تعبيرا كبيرا عبر عنه صاحب السمو، فنحن لا نستطيع أن نوفي حقوقه في كافة المجالات، ولكن لدينا رسالة إن شاء الله أن تستمر ذكرى هذا المقهور لدى الأجيال القادمة ونحييها باستمرار، وكذلك قادة هذا البلد ونذكرهم بها وننشئهم على ما حبه زايد وما حبه قادة هذه الدولة. يهدف بازار زايد إلى تعزيز روح العطاء والتي تجسدت في شخصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ضم البازار أسواقاً مصغرة لبيع العديد من الأشياء المختلفة مقابل مبالغ مادية، وذلك ليذهب ريعها للأعمال الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم احنا مستمتعين في هذا اللقاء وهذا البازار، وهذا اليوم الجميل جدا هو يوم من أيام زايد الخير، زايد العطاء، زايد النماء، زايد الوفاء. علمنا كيف نكون نحن ناس منجزين، وعلى مستوى يعني على مستوى الناحية الذاتية والناحية العملية. اليوم كل المؤسسات قاعدة يعني تركز على هذا الجانب، وهذا الجانب هو يعطينا نحن يعطينا نوع من الطاقة والتحفيز للعمل والمثابرة نحو النجاح ونحو التميز.
كما تم تنظيم جلسة حوارية أدارها الدكتور أحمد حسن جمال، تناول من خلالها مواقف زايد وإنجازاته العظيمة ومسيرته الحافلة بالعطاء، فقد سخر نفسه لخدمة الوطن والمواطن. مشاهدين، طبعا هذا البازار من قبل دائرة الأشغال العامة في مدينة كلباء، اللي يجمع تقريبا أيضا الدوائر الحكومية وشراكة المجتمعية الموجودة فيها والترفيه موجود إلى جانب العملية التثقيفية. هناك في محاضرات عن الوالد مؤسس هذه هذا الوطن مغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد طيب الله ثراه. نعم، مثل هذه مثلا المبادرات أو المحاضرات تكون جدا جميلة، بحيث أن تعرف المواطنين أو حتى المقيمين أو تعطيهم فكرة أكبر عن الوالد المؤسس زايد طيب الله ثراه. والآن مشاهدينا ننتقل إلى محبي ومتذوقي المشروب الأكثر انتشارا في العالم، نهديكم هذا التقرير ليتحدث عن تزيين القهوة، فلنتابع. تعد القهوة من أكثر المشروبات انتشارا حول العالم، فهي المشروب الصباحي الرئيسي لكثير من الناس، كون أنها منبها جيدا للمخ وتساعد الجسم على تجديد نشاطه. على الرغم من ذلك، يظن البعض أن القهوة لها أضرار عديدة للجسم، كما أن لها فوائد عديدة، فهي تقلل من أعراض الشيخوخة. يتم تزيين القهوة بطريقة احترافية لتزيد من جمالية القهوة وجذب الناس أكثر، كما انتشر هذا الفن والذي سمي بفن اللاتيه. فن اللاتيه هي طريقة لإعداد القهوة، ويتم صنعها بواسطة سكب الحليب المبخر في كأس من الإسبريسو، وينتج عن ذلك تصميم أو شكل مرسوم على سطح القهوة، ويمكن أيضا صنعه أو زخرفته ببساطة الرسم على الطبقة العليا للرغوة، بالإضافة إلى أن رسم اللاتيه بالتحديد صعب الصنع بشكل دائم بسبب الشروط المتطلبة لكل من الإسبريسو والحليب. ذلك بدوره يقتصر على خبرة صانع القهوة وجودة آلة الإسبريسو، إلى جانب أن سكب الحليب المبخر في حد ذاته يصبح تحدي آخر لرسام اللاتيه. إذا شاهدنا معكم مشاهدي الكرام في هذا التقرير كيفية تزيين القهوة، يعني في ظل انتشار الكوفيات بشكل كبير في الإمارات، نشاهد يمكن أكثر من أشكال معينة في تزيين القهوة، يعني كل واحد يتفنن أو كل كوفي يتفنن في تزيين القهوة بشكل عام. وأكيد أكثر من نوع حتى بخصوص القهوة، يعني كل يوم ظهرنا خاصة الفترة الأخيرة نشوف اسم أو لقب جديد لهذه القهوة. صحيح. مشاهدينا تقرينا الحين راح يرجعنا لماضي الزمن جميل، وسائل الاتصال وكيف اتطورت هذه الوسائل، لنتابع هذا التقرير. تعتبر الحاجة إلى الاتصال والتواصل من الحاجات الأساسية عند الإنسان منذ القدم، فالإنسان لا يمكنه إنهاء مهامه وقضائها ما لم يكن هناك وسائل اتصال بينه وبين الآخرين، ولعل وسائل التواصل قديماً أخذت طابع البطء والصعوبة. وسائل الاتصال هي المعدات والأدوات والطرق التي يتم بواسطتها تبادل الأفكار والأخبار والمعلومات بين أفراد المجتمع وبين شعوب العالم، ويتم ذلك بعدة أشكال، منها وسائل الاتصال المسموعة مثل الراديو، ووسائل الاتصال المرئية مثل التلفاز وغيرها من وسائل الاتصال. تطور قطاع الاتصالات بشكل كبير بعد اختراع الأقمار الصناعية التي ربطت أجزاء الكرة الأرضية ببعضها، فانتشرت الهواتف الخليوية التي تعمل على الموجات الكهرومغناطيسية دون أسلاك. اختصرت الأجهزة الإلكترونية على الناس الكثير من الجهد والوقت، فأصبح بالإمكان الآن تحقيق التواصل بين الجميع بأقل جهد ممكن، وتوفير العناء الذي كان يتكبده الإنسان في السابق
للحصول على خدمة الاتصال والتواصل مع الآخرين. مشاهدينا شاهدنا معاكم هذا التقرير اللي يتكلم عن وسائل الاتصال في الماضي، وللحين أصبح هنالك في أشخاص يميلون إلى هذه الهواية اللي هي تجميع الهواتف المتحركة أو حتى أي شيء يخص هذا الزمن أو الماضي الجميل. ومن هذا التقرير مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، لقانا إن شاء الله يجدد بكم غدا في حلقة جديدة بموضوعات متنوعة وفقرات مميزة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي عايشة الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل، ونتمنى لكم يوم سعيد. تحياتي أنا يعقوب يوسف، مع السلامة.